الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا اجعلنا نعيش حقيقة محبتك حيث لا وهم ولا هذيان ولا ذهان. ربنا اتمم نعمك علينا واجعلنا من خير الشاكرين لأنعمك يا ربنا يا كريم. آمين آمين آمين. أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بحول الله تعالى أدعوكم إلى الرب بين بعض آيات من 66 من الأنعام و 60 و 61 من الأعراف، أي سورتان أولى الأنعام والتي تليها في المصحف هي الأعراف. هات ناخذ وقار. الأنبياء عليهم السلام بما فيهم النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم نذكرهم بقدرة الله عليهم وعلى سواهم، وهم يحبوا يدخلوا في حجاج باطل في بوليميك ستيريل. اوكل لا سوانك لا ريالتي دو ديالوغ اونتر لي بروفيت كوابي دا لا سوسيو اي لي داني دافيد. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم نبئكم بما كنتم تعمل. ربي مهيمن على كل شيء، أحوالكم كلها بريئة من العالم. ومعروف الطب اللي أكبر عدد الموت يكون ليلا عبر القارات كلها. وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي يبعث ملائكة تقبل أرواح أما طائرة ولا ملوثة بالله. هذه السكتة القلبية حينما ربما عند النوم يطغى العصب الحائق الذاك على الآخر سبت الود تقص ضربة القلب فالمخ معاش يجي الدم بوفرة تأتي المني. هو أعلم، هذا تفسير مكتمل. والذي وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار ليتم قضاء الله في النهار. تقلبكم في النهار كانوا في الخير صح عليكم، كما كان الرسول عليه السلام خاصة نبينا عليه الصلاة والسلام حين ذكر بتقلبه نهارا. يمشي بالأسواق، يأكل الطعام، ينصح، يحذر، بشير نذير، وسراج منير. هذا بالنهار. بالليل النصيب الكبير من الليل هو رجوع لله، معناها يرضي ربي بالصلاة بالنوافل حتى تتفرق معه كلمتان وكلمتان. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار وينكم وينكم للأنبياء عليهم السلام ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. يقضى رغم أنكم المقدر ربي لا غير واحد. إذا كان أنت تحب الله الخير من شاء فليؤمن من شاء فليؤمن. إذا كان تهدي من الله يهدي من يشاء. إذا كان مصدر القضاء والقدر هو الله، لكن في حوزة هذا القضاء والقدر وهو قضاء الله وقدر مؤقت باختياراتكم من ربي اللي يرفع عنه القلم هو الذي لا عقل له ولا لا حرية له ولا تحت ضغط كبير من الإرهاب والعشكة، هؤلاء يرفع عنهم القلم. أما أنتم لا، أنتم اخترتوا الكفر تحمل مسؤولية هذا الاختيار والأضرار التي ستأتي بعد هذا الاختيار. لأنكم مش تعاقلوا
فالمخازن كلها وتتباع وتنافسوا في هذه المعاصي. اما كان افضل لكم ان تقولوا كفانا تيا كفانا عدوانا على حرمات الله. الله وقت يسرع لكم بالنور الشافي الكافي تصبحوا مؤمنين وما تكونوا خدمة لله. كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفذاذ الرجال في الجاهلية أفذاذهم في الإسلام. اللي عنده شخصية قوية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، عنده ظلمات، الشخصية دي كانت أقوى بكثير، أي دائما من صفة الأقوياء، لكن ليس في الظلمة بل في نور الإسلام. الناس معاك اللي مش يكون سباق الظلمة هي راضي، هي يكون سباق في العدل اللي ندعو إليه. لازم نشوف الإسلام شو معنى معلقة ربي ومكر ربي، وحتى حد ما ربي بعث فيه اليأس إلى الشيطان كان سبب. وهو ابليس لانه سيق، يعني ما عادش يفهم ايش معناه ينجو بنفسه. اذا كان هو تعطل ما عارف يخلص روحه من تبعات سوء افعال مع الرحمن اللي كان في الجنه المقرر المعزز. اذا كان هو عجز ايش يكون تتبعوا فيه؟ بس تكونوا ملعونين بذلك العجز اللي هو يعاني. ثم ابليس لانه يأس من رحمة الرحمن، هي رحمة وسعت كل خلق، ورحمة وسعت كل شيء. اوكي نكتب شيء نترينو اللي تحب انت مجرات كلها تحت تولي بالهنم في رحمة الله. علاش؟ ترى ربي مقدور ان يزيد العذاب اللي هما يعني فيه لحظة بلحظة. ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب خلاق. الضرس نتاعو لازم نردو ورا من الجبال، مش هيمالايا ولا حاجة، جبال أخرى في أكوان أخرى. إذا كان عظم الحجم كذلك العذاب مش يتعظم. إذا كان أنتم ناس رياضيين ولا عندكم علم الحيل في الفيزياء، كل عام قدر وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه اي نهار ليقضى اجل مسمى لكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله المشيئة الاولى، لكن تنتجوا عن مشيئة الثقل اللي يحب يحركها صحيح. نحن نعينكم، نحن خطر مصدرنا الهي القرآن الحديث القدسي عليه أبو شيء، أي نحن من نعطيكم مكان الحجة الصحيحة الثابتة والمعلومة اللي مصدر الرحمن. ما نضلوش احنا نعرف الأرواح المطهرة، العقول المنورة، العواطف لينوها وروح طيبة حتى فاوحة منظرها جميل، والعلاقات حسنوها بعد كده ضرب ابليس ضرب الاجلاء. احنا نقولها بما نصدره من نوايا طيبه وكلام خير من الاحسان ونور على بفضل النور نور الانوار سبحانه وتعالى، ليقضى اجل المسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم. هذه مصيبه لو كان الناس حساب كان نخدم والخدمه. اللهم اذا كان نحبوا حياتكم الدنيويه هي حياة قلت بها وقلت بها نشبع أرحم تدفع وأرض تدفع. أعنى لو كان موج رايدين لكم خير حتى الدنيا تدفع بها بخلاف إيمانكم كفركم اللي هماش آخر تصويت الحسابات في عبد الرحمن. إن عاونوكم ولو ما كان دون علاش خطر عني المصدر الشافي الكافي اللي يبعث فيكم رؤى أخرى فيها ما نفع لكم لا يعلم حجمها.
خيراتها بالله. ثم إليه مرجعكم سيبا أن ترجع إلى الله وأنت مورد موزع كرئيس كملك كأمين في كل من كلاب الحجاج والمجرمين من القضاة. أنت موزع يخرج حكم نهار عقيم تكون ذكي فعلى كل عالم لا يلعب ولا حمد حتى واحد منكم يجب آخر اليوم في الشيء احنا كنا حضرنا وقررنا هناك نعرف أغلبكم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يفقهون والعياذ بالله تحت قبضة إبليس من كذي الحالة هو شيء حجعنا هو عصف إبليس يقول وأنا معاه ومتكبر والمتكبر عليه ندابه أمم سعيد العسل غريكا مش يكونوا في مكان نشتيل حتى حد من العذابات والوانها وخلودها. ثم إلي مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. مش إذنكم الله هو ماشي يكون هو الشهاد أول والشهاد اللي عاصركم سواء كان أنبياء عليهم السلام أو اتباعهم عليهم الأحوال وإلا نواتكم وصياتكم كل ظهر عبر حياتكم الدنيوية اللي مشاهد واللي جاد لعدادكم كلهم شجعوا أمام الله وساموا في الشهادة عليكم أخبرتكم بالحق بما صدر عنكم وما خفيتموه من الإجرام حق الرحمن واللي عظمونا وانتقمناش منهم لأن هم دعونا لهم يفتحوا سيرتهم فيما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول لله لو أرسل الإسلام لأحد العمرين الكلب الشقي أبو جهل وكلاه مش يزقم شجرة الزقوم لا محالة وكيف اثنين قفز هاش تكون من الحمقى وانا ما خليناش معاكم تصرفنا معاكم بما يجب ان يكون في عملية علاجية احنا نعالجوا بالكفر في الوقت يتقول وانتم مسلمين وانتم من ألد الخصام يا رب العالمين كفركم اكتش منكم حكي احمد ربي من عروش قلب باللسان وانتم السباقون سبقتونا عرمة كبيرة من الحمد لكن لا يقبله الله لأنه ما هوش صادق عن إيمان خالص إذا توردتوا من حيث بالنسبة لكم أنتم دنيا جاية لكم والآخرة كذلك لكم وإحنا على بعض صحوا مفاهيمكم يا حمص إن شاء الله نواصل هذا الحديث اللي فيه منافع لمن يريد أن ينتبع والسلام على من اتبع الهدى.